أعلن مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحتشامي إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا بسبب إقامة حفل زفاف في مدينة الكاظمية. الحتشامي في تصريح بيّن أن أعداد المصابين بكورونا قد يرتفع خلال الأيام المقبلة بسبب كثرة الأشخاص الحاضرين إلى حفل الزفاف. أحد الأعراس التي أقيمت في مدينة الكاظمية تحديدا في منطقة العقيلات تتسبب بإصابة بحدود 15 شخص لحد الآن، 5 في منطقة العقيلات و 6 في منطقة أم الجدايل، واليوم 4 في هذه المنطقة، منطقة قرية نصيف الزقام. دائما نحذر أنه هذه المناسبات الاجتماعية يجب عدم إقامتها في هذه الأوقات أو تقام ضمن نطاق محدود جدا، نطاق عائلي فقط. لكن أصبحنا الآن مثل المخابرات نتتبع الحالات، من الذي حضر هذا العرس، وكل يوم يتبين لنا إصابات في منطقة معينة، اليوم آخرها في هذه المنطقة من التاجي طبعا قرية نصيف الزقام، وكما أسلفنا 6 إصابات في منطقة أم الجدايل ومنطقة العقيلات 5، والأعداد قابلة للزيادة لأن كل يوم يتبين لدينا أن هناك ناس حضروا هذه الحفلة وتبين فيما بعد إصابتهم. نؤكد على هذه المسائل، عدم حضور أو عدم إقامة حفلات أعياد الميلاد أو تكون ضمن العائلة فقط، وحتى الأعراس أيضا تكون ضمن نطاق العائلة والمناسبات، حتى المناسبات الحزينة مثل لا سمح الله مجالس العزاء أيضا تكون ضمن نطاق محدود جدا حفاظا على الناس. للأسف الشديد أنه ينتشر هذا الفيروس بسبب هذه الحفلة من منطقة الكاظمية مرورا بمنطقة نصيف الزقام وذهابا إلى منطقة أم الجدايل، وقد تكون إصابات أخرى في مناطق أخرى بسبب هذا العرس. فنؤكد على عدم إقامة هذه المناسبات رجاء أكيدا.